طارق، عايزين تقول لنا الزمالك ومشكلات المشاكل اللي قابلها اوزوريو امام ارتا سولار. هي المشكله ميدو من البدايه ان اوزوريو دخل الماتش زي ما كان هشام وعويس بيتكلموا ان هو ما كانش واقعي، كان داخل بتهور كبير جدا كانه خسران ماتش الذهاب ب 4 او 5-0، لكن هو كان خسران 2 وكان في ايده اللي هو على الاقل اللي انت يكون الاولويه بالنسبه لك في ماتش زي ده اللي انت تجيب جول بدري. انا عايز اروح بس للتكتيكال باد قبل ما نروح للصور علشان نبين طريقه اللعب اللي كان بيلعب بيها اوسوريو في بدايه الماتش، وان هو ازاي لعب بشكل متهور جدا وكان هو السبب الاساسي في ان الزمالك اصلا يستقبل الجول الاول. طبعا الجول الاول كان فيه غلطات كتير من كذا لعيب في الملعب، ولكن اساس الغلطات دي واللي حط اللعيبه في المشاكل دي هو الطريقه اللي اوسوريو بدا بيها الماتش وطريقه اللعب اللي هو لعب بيها، اللي هو حط فيها لعيبه في اماكن عكس تكتيكال باد يا جماعه بعد اذنكم. وده اللي خلى الزمالك يبقى عنده مساحات كبيره في الملعب ما قدرش يدافع عنها، من ضمنهم المساحات اللي كان بيدافع عنها في الجول الاولاني اللي استقبله في ماتش ارتا سولار. وده راجع يميدوا لان الطريقه زي ما قلنا ما كانتش احسن حاجه في البدايه. اوسوريو لعب ب 3 4 1 2 بثلاث مدافعين، الزناري وال يا جماعه التكتيكال باد. ايوه اوكي يلا. لعب 3 4 1 2 بالزناري والمسلوسي وفتوح، الثلاثه واقفين، ولعب هنا كان بيتبدل ما بين زيزو ما بين شيكابالا، وكان لو زيزو جاي هنا كان بيبقى شيكابالا اللي هنا، ولو شيكابالا اللي هنا بيبقى زيزو اللي هنا. كان بدل بشيكا، كان بدل بشيكا وينج باك. وكان وهنا مصطفى شلبي، وكان دونجا وعمر جابر على الدايره، وناصر منسي وسيف الجزيري. لما تلعب ميدو بطريقه زي دي لازم، وانت بتلعب ماتش ارتا زي فرق زي ماتش ارتا سولار وانت خسران 2-0 في الذهاب، لازم على الاقل ان انت تكون ضامن نفسك ان انت ما تدخلش فيك جول في الماتش ده بالذات لما يبقاش جول بدري. فكان لازم وانت بتدافع ان الاثنين دول يكونوا موجودين هنا عشان تحمي اجناب الملعب وتدافع كانك بخمسه، وان الاثنين المهاجمين وهما بيدافعوا يبداوا يفتحوا لبره شويه علشان يجبروا الخصم اللي هو يدخل لجوه في المكان اللي انت عندك اصلا فيه خمس لعيبه في قلب الملعب قافلين لك الحته دي. هو فكر هيعمل ايه هو معاه الكوره بس بالظبط، لان الفرقه وهي بتدافع ما كانش عندها اي شيب وما كانش عندها اي ادوار، كان دايما الاثنين المهاجمين داخلين لجوه عادي، والاثنين الوينج باكس موجودين فوق في مكان متقدم جدا من الملعب، ودي الكره اللي دخل منها الجول الاول بالظبط، وده كان مخلي اجناب الملعب دايما فاضيه على الزمالك. روحنا بالصور اللي معانا بتاعه الجول الاولاني هنلاقي ان الكره كانت في البدايه كانت لعبه ثابته في نص الملعب عند لعيب ارتا سولار، ولو بصينا هنا هنلاقي ان اجناب الملعب ميدو عند الزمالك دايما فاضيه، ولا شيكابالا بيرد هنا ولا مصطفى شلبي بيرد هنا. وانا ما اقدرش الوم شيكابالا او مصطفى شلبي لان دي حاجات عكس طبيعتهم، مش ادوارهم اللي هم يلعبوا وينج باكس ويقفلوا الحتت دي بالذات ان انت عايز تكسب سكور بالظبط. فانت لازم يعني ممكن تطلب منهم في ماتشات معانا ان لازم يرد، انما انت عايز تشيل الانرجي بتاعتهم لان هو وانت معاك الكره تعمل ايه. فانت كان لازم على انت تدافع كويس في الاماكن دي. لو مشينا بالصوره هنلاقي ان لما الكره اتلعبت عاليه شيكابالا عمل مجهود كبير اللي هو يرجع ويدافع في الحته دي، لكن انا بشوف هنا ميدو ان مصطفى الزناري كان عنده مشكله كبيره جدا، اللي هو كان لازم وهو شيكابالا بيقابل الراجل بتاع ارتا سولار كان لازم الزناري يكون اخذ خطوتين لفوق علشان يقفل المساحه اللي جوه علشان يجبر اللاعب بتاع ارتا سولار ان هو يفضل بره الملعب وما يدخلش لجوه. لو مشينا بالصوره هنلاقي ان وقفه الزناري سمحت لجناح ارتا سولار اللي هو يخش لجوه واللي هو يقرب اكتر من جول عواد. وطبعا الكره العرضيه كان لازم دونجا يكون تصرفه فيها اسرع من كده واللي هو يروح يسبق ويدافع عن الحته دي، وكان لازم عمر جابر لازم يبقى واقف هناك يا دار اصلا، دونجا لازم يبقى واقف جوه شويه. ليه بقى؟ لازم بدايته كان لازم يبقى ليه بقى؟ لازم يحمي الحته دي كده. ليه بقى؟ لان دونجا ما ينفعش يلعب الا نمره 6 لوحده. لا دونجا في اثنين لعيبه على الدايره ما ينفعش. دونجا هو لازم يلعب سنترال. هو دونجا عارف انت لو بتلعب بدونجا كان هيبقى واقف في قلب الملعب يتحمل مسؤوليته اللي في النص. انت قصدك هو دونجا كده بس حتى اميد لازم يلعب في 4-1 4-1 4-3-3 ماشي، بس حتى في الموقف ده هو لازم يبقى يعني لازم تبقى علشان هو جوه مخه يا عويس هو عمر جنبه هو مقسم المساحه عليه هو عمر، انما لما بيبقى لوحده وهو معاه الكوره وهو معهوش الكوره بيبقى عارف من الحته بتاعتك في مستوى في لعيبه كده يعني في لعيبه ما تلعبش باثنين على الدايره. كازيميرو زي كازيميرو محمد حسن هتلعبوا باثنين لعيبه على الدايره مش هتضيع وقت مش عماد حمدي بتاع الاسماعيلي هتلعبوا باثنين لعيبه على الدايره تضيع وقت. هو مخلوق كده هو لازم يلعب بالشكل ده. كان لازم طبعا دونجا اللي هو يكون رد فعله اسرع من كده، ونفس الكلام عمر جابر يكون رد فعله اسرع من كده. لكن يا ميدو هنقول برده نرجع ونقول ان لو كان في وينج باك
موجود في المكان ده كان غصب عنه دونجا هياخد خطوتين او ثلاث خطوات للحته دي ويبقى سايب الراجل ده للوينج باك اللي موجود، وكان عمر جابر برضه هيبقى موجود بدري في المكان ده. فهي المشكله في الاساس كانت بسبب طريقه اللعب اللي قصير بدا بيها. صحيح.